المال ده حرام يا سلامة فراويلة. يحرمه بس ما تخليش الشيطان يضحك عليك يا سلامة. طب ما تقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا. طب ما تكمل يا سلامة. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله العظيم. هذا زمان دنيا دنيا ضرورة، وقلنا واللي تضره يخسر مصيره. قالوا الشيطان قادر ولوم ألف صورة، قلنا ما يقدر علي خيره لغيره. ليه هو محافظ على حقنا زي الحاج سلامة محافظ على حق عياله؟ كل ما نبت من حرام فالنار أولى به. حرام؟ إيه معنى دنيتنا وغاية حياتنا إذا بعنا فطرتنا البريئة الرقيقة؟ إزاي نبص لروحنا جوا مراياتنا إذا إحنا عشنا هربانين من الحقيقة؟ ما يقدر علي خيره لغيره. مد ايدك يا عباس وخد اللي يكفيك. انا خدت نصيبي يا سلامة. ذنب ولادك في رقبتك يا عباس يا ضوي. هو الفرق بيننا وبينكم بقى كبير قوي يا يوسف. ما تخلينيش اكره اليوم اللي ابويا اغتنى فيه. المال تجيبه الريح وتاخده الهوايه، اما البنون يوم الحساب بيفوتونا. ما الايه ده لو كان ما القارون كله زايد، ولا غير عميل الخير يا هو ينجدونا. قالوا زمان دنيا دنيا ضرورة، وقلنا واللي تضره يخسر مصيره. قالوا الشيطان قادر ولوم ألف صورة، قلنا ما يقدر. كنت عاوزني اشارك يا اخوك منعم. مين قال لك انك ما شاركتوش؟ لا انا ما شاركتوش. شاركته بسكاتك يا عم عباس وثابت عن الحق. انا الشيطان اخرس، شيطان اخرس. ومن نكون انبعنا يمنا وماضينا، وليه نعيش اذا كانش بكره يرضينا؟ وازاي ننام من غير ما نحلم ببكره؟ وبكره ده منين يجي الا بايدينا؟ قالوا زمان دنيا دنيا ضروره، وقلنا واللي تضره يخسر مصيره. قالوا الشيطان قادر ولوم الف صوره، قلنا ما يقدر علي خيره لغيره.